مرحبا، شلونكم؟ يا رب الكل يكون بخير وياكم وصل للنباتات. اليوم راح أجذر وياكم نبتة البلاب أو البوتوس أو نبتة قلب عبد الوهاب، إلهم عدة أسماء. الحين المقص لازم تبعيدي متجهزة حتى أجذرها وياكم. راح أحكي لكم شلون نحاول نجذرها بدون ما يصير عندنا عفن. راح أجذرها بطريقتين، طريقة نجذرها بالمي والطريقة الأخرى نجذرها بكرات الطين. بس قبل لا أبدي خلي أوريكم شغلة، تشوفون هذا السمك مالته شلون؟ دليل إنه النبتة كلش قوية عندي، وهذا شلون رفيع مع إنهم نفس الأم وحدة. شنو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا قبل لا أبدي، هاي الورقة مالته تشوفون شلون كبيرة وهاي صغيرة. هذا خليته بمكان تجي أشعة الشمس كلش قوية الصبح، مو الظهر لأن الظهر تحرقها، وهاي مخليتها بالظل قبل لا أغير مكانها. هسه بعدني يعني مو مرتبتها. فأنتوا إذا تردون البلاب بهالشكل وأوراقها هالشكل، خلوها بمكان تجيها أشعة الشمس. يعني أنا أستغرب من أحد يقول إنه البلاب تعيش بالظل. ما تعيش بالظل، أوكي هي راح تعيش بس راح تكون بهالشكل، راح يكون النمو ضعيف، راح تنمو. يعني ما تنمو بالظل، لأ تنمو بالظل بس راح تكون ضعيفة، نموها ضعيف راح يكون. يعني أتوقع أغلب اللي يحبون نبتة البلاب يحبون تكون بهالشكل قوية. فهاي نصيحة لكم قبل لا نبدي نجذر. من نريد نجذر نجي نختار البيئة أوقات عندنا هاي كلش مناسبة. هنا راح أخلي أجذرها بالمي، وهنا راح أجذرها بكرات الطين. أهم شغلة المي يكون صالح للشرب. هاي العقد لازم تكون موجودة. أقدر أشيل الورقة وأقدر يعني عادي متأثر. إيش تحتاج؟ تحتاج إضاءة عالية حتى التجذير عندنا ينجح. هذولي راح أحتفظ بيهم لكرات الطين. أنا عندي هاي صار لي تقريبا أسبوعين من جذرتها. هنا عندي كرات الطين، أدخلها هيك كله خمين. عندي هنا كمية بسيطة أضيفها فوقها. راح أضيف مي عليهم. راح يمكن بالضبط قبل أسبوع خليتها بكرات الطين، بس حابة أشوفكم شلون النمو مالتها. راح أشوف البقية وياكم. عندي هاي كرات الطين البلاب، وهاي كل 4 أيام أو 3 أيام أغير ميها. ومن أسمد النباتات راح كل بشهر مرة راح أبدي أسمد هاي، لأن صارها أسبوع يعني بعدني ما مسمدتها أني. بس من أريد أسمد النباتات الداخلية راح أسمد هاي واللي سويتها هسه. إن شاء الله نبات البلاب يحبون الإضاءة العالية، يعني ما يعتبر نبات ظلي. أوكي راح تنمو بالظل مثل ما قلت لكم بداية الفيديو، بس ما حتكون النمو المطلوب، الشكل المطلوب راح تكون ضعيفة ونموها بطيء. كل ما كانت الإضاءة أقوى كل ما كانت البلاب نموها أحلى. هاي صار لي فترة أني خليتها تصير هيك عندي. شنو السبب؟ دائما أشوف بالجروبات على الفيسبوك دائما يشتكون من أن نبتتهم البلاب هيك تصير. أكثر شيء أقرأ على الفيسبوك البلاب عندنا ذبلت، البلاب عندنا
ماتت، كرهت اللبلاب، دائما أشوف يعني الكل ده يشتكي. تشوفون ذبلانة كلش، فد مرة فرق بين هاي شلون قوية هاي يعني نشق بسرعة. الحل ذبلانة قلة ري، يعني أنا عفتها تقريبا يمكن 3 أسابيع بدون سقي. معروف على اللبلاب يعني بالشتاء بالأسبوع مرة وبالصيف بالأسبوع مرتين أسقيها ماي. هسا أنا دا أصور فيديو بالليل، الصبح راح أشوفكم شلون راح ترجع الوضع الطبيعي. أسقيها ماي شبعها ترجع طبيعي، يعني فيتها تقريبا 3 أسابيع ما راح تموت عندي، لا مجرد هي عطشانة هسا ترجع عادي، يعني مو مشكلة إذا ذبلت. فأنا ليش دا أقول نظم السقي؟ من تنظمون السقي ما حتواجهكم أي مشكلة. وهم أنطيكم نصيحة، من تشترون نبتة إن كانت اللي بلابو أي نبتة من المشتل، لا تسمدونها ورا ما تجيبونها من المشتل بيوم أو بيومين، عفوها تركوها تقريبا شهر تتأقلم ويا الوضع. تعرض النبتة الجديدة الصدمة، راح تشوفونها أول فترة بدأت تصير الأوراق صفرة تذبل، طبيعي انتظروها شهر شهرين ترجع لوضعها الطبيعي. وأهم شي لا تسمدونها أول ما تشترونها من المشتل. وأخير شي أتمنى ما طولت عليكم، إن شاء الله تستفادون من هاي المعلومات البسيطة، ولا تنسون اللايك والاشتراك. مع السلامة. أكيد الصبح راح أصور لكم شلون راح ترجع لوضعها الطبيعي. مع السلامة.